بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث في أحوال المسند إليه. أحوال المسند إليه ششدان حالة حذف ذكر تعريف تنكير تقديم تأخير. بس يعني جاء على المسند إليه هو المبتدأ الذي له خبر والفاعل ونائبه وأسماء النواسخ وأحواله هي الذكر والحذف والتعريف والتنكير والتقديم والتأخير وغيرها. وفي هذا الباب عدة مباحث. المسند إليه عبارة للمبتدايا كخبري ببيه نجم مبتدأ وصفي، فاعلنا أي فاعل، وهلها أسماء النواسخ كما عمولنا ما شوار دعنا وثيئما لتشعوت من جاي جاي مسند إليه شوش دعنا مبتدأ خبري ببيه فاعلنا أي فاعل مسيان أسماء النواسخ اسمي كان اسمي إنا ومفعول أول بابي أفعال القلوب باشا يدوى لراء وتدي أسماء النواسخ همو يقريتهم وأحوال تجي ذكر وحذف وتعريف وتنكير وتقديم وتأخير وغير أماني شيء بلان غير أماني زائرين لا مورد بالرفيق قرار نعمل. وفي هذا الباب عدة مباحث كوما بحثي كي جاء بحثي أول من لذكر مسند إليه عيا يعني بحثي وانا بوشي مسند إليه ذكر كيف هذا لذكر كي شيء أفرمي كل لفظ يدل على معنى في الكلام خليق طبعا بالذكر هر لفظك دلالة لك المعنى معنى كان كلاما شايستيا لروان جاي طبعا وبذكر يعني قاعدة لا يقبل ذكر واتا أصل لها الشيء كان ذكر كيدي كواتا أقر إما ذكر يكن موافق بأصل أو كانت بوشي لا يقبل ذكر أخلي تأدية المعنى المراد به تأو معناه كما بست أداء بكري. فلهذا يذكر المسند إليه وجوبا هل لبر أمية كمسند إليه واجب ذكر كري كي حيث إن ذكره هو الأصل هو لكاتك كذكر مسند إليك أو أصل بك ولا مقتضي للحذف زمان ذكرتي أصلا مقتضي بحذف جنبه بوش جاء مقتضي بحذف جنبه لعدم قرينة تدل عليه عند حذفه كنت هيش قرينة يغنية بغين كدلالة لسر مسند إليك على كادلالة حذفي كي وإلا كان الكلام معمن مبهما لي أقر إمام مسند إليه حذف كين أو وقت هيش جنبه دلالة على سري كلامه كمان بيته معمن بيته مبهما لا يستبين المراد منه ما بس يرون نابيته وقد يترجح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف كواتئيا مقسما لكاتي لك باسي ذكر المسند إليه مترحكين كاتي كذكر وحذف هل كي جائز به آلي وأعظيم ذكره باشرة أين لكاتي كأقر قرينة يقنبي بو ذكر المسند إليه أو هل ذكرك واجبيت لازم بذكرني ليوا. وقد يترجح الذكر مع وجود قرينة تمكن من الحذف عليه وجاري وهي ذكرك باشترى لحسبك لقل أوشع قرينيك هي كإمكان حسب من في أبا بلان ذكرك باشترى بو حين لا يكون منه مانع زمانك أجر مانع لا ذكرك وجود نبي فمن مرجحات الذكر فبشر بعدك لمرجحات الذكر أو عنيد وهيك أيضا متواجبون بلان جاء مجارة وكوشي يكي زيادة التقرير والإضاحي للسامعي أما أنا أشتكى زيادة الرون بيته زيادة البياني كان بسامع زيادة الذهنية ثابتة كان وأولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آخر أولئك هو الكافية هو أصلا كي أتواني أولئك هو محذف كي ملان بي أنا بو زيادة تخليل وزيادة إلاح ذكري كذو خواهي فلو ذكر يا خولي أم شاعرك الله هو الشمس في العليا هو الدهر في السطى هو البدر في النادي هو البحر في الندى أوهمه هو هو زي كذا عليه أو فياوة أو كره فياوة وين هو لبرزية شمسة يأكل شمس لدرجة رصيانية أو برد هيك كذا حتى عوار الأخواره فويل كانوا قربوا هالخنو حاضرين برد يبغوا فهكنا برينا حاضرين هو الدهر في السطع رجعنا لدى صلاته يعني لسيت رفيع كردنا فيتنا فياكا بصر غير أمانة لواقع دهر الروش قالة لنادي بدر نادي يعني مجلس ما نشورنا ومجلسة هو البحر في الندى لنادايش يعني لبخشن دجيا بحروة اتأمو خوائتواني هر هو أول بيجي كافي بو بلا ما قلش بو زياء تخرير وزياء إلاح دو قلة ثقة بالقرينة مثلا شوينة فيها مثلا ثقة معزوة بقرينة كنية لبن أول عدم الثقة بقرينك قلة الثقة بقرينك حفي ناكين ذكر يكين
بوشي اللي ضعف يا شكرا لك ضعيفة أو ضعف فهم سامعي يا سامع زلنت يا جا مثلا وكو سعدن نعم الزعيم سعدك يا جناج نعم الزعيم أما كي تقول ذلك إذا سبق لك ذكر سعد زمانك ذكر سعد يا طريبة وقال عهد السامع به بلام سامع كيتو عهدي أو سامعيتو بأو ذكر سعد ودرجيك يا شعبي إذا لو أنا فكر كيف وجهك والله رجل بيلي نما هذه بس سعد كبيج من أمل أخوه بيج من أحمد زعيمه بويت ينادى أو ذكر معه كلام في شأن غيره يا وخيني بعث سعد ما نكرده بعث يكفيش ما نكردوه كلامك لشأنية يكفيش هذا كذا وغير سعد لي وعجلت وأنا جي سعد لو أنا مخاطب قوافا مكمل زلنا فرقيت له هو أبوي كاني في قلب خلينا غنية يا الرد إلى سلم مخاطب وكو الله واحد رد على من قال الله ثالث ثلاثة يعني كابراك عليه الله ثالث ثلاثة نعوذ بالله خدا سيهم سيانا يعني سيخواها الله سيهم كيانا نفس سيهم كيانا يكيك لو سيانا نفس سيهم كيانا بلعوان يعني الأخوة قولة ترون مثلا ثانية اثنين كلا قرآن هيا وبعثي حزتي أبو بكر رضاي إخوة إليه بينا إنك مثلا أخذ ثانية ك صفتي في غمرة درج قال بوه الحاوي أول نينك أو في غمرة ثانية سنينين دوها ميجوانك دوامنا يكيك على دوانك أنا مجموعية مع فوق واحد يشكل يقتل جمعيتي ساز بوه جمعيتك دوان أن يكيك لو جمعيته أعوا جمعيتك يدوك جمعك يدوك سي أن يكيك لو جمع ضل إتتو آية ثانية مثل خوتو أتواني لو الله واحد مش واحد لبرام برأوا كاري الله ثالث ثلاثة برام شنك أولي وأوجتي بو أوي أو جرأتي هيا ناوي إخوائه يعني نعوذ بالله شريكي بوداءني من أو نم جرأت نبي كخواج بيكتانا وأظم ناوي إخوة بينم لقري اسم الله واحد كاتب بيني لبرابريا يا تلذذ يعني وقت وهي الذكر مسد إليك أو نشيرين أو نبلزتا متكلم حزك بيجتي وكو الله ربي الله حسبي يا تعريف بغباوتي سامع يعني توب سامعك دوار راقي يعني كتو أو نغبيد حتى بو ذكرناك منازعني وكو سعيد قال كذا في جواب ماذا قال سعيد يجي سعيد قال كذا سعيد فرانشتي لحالك سامعك يتو كفرسيوتي ما قال سعيد فأتواني بيجي قال فلان وفلان سعيد قال لي يجي حالب وليك على الفيان إذا تعواتي نظام حالي نامي ششم التسجيل على السامع توماري كين مثل كتابا مثل سامع كالجويلية تسجيلي كين نسلي حتى لا يتأتى له الإنكار نكا دوائي الإنكار قبل جمل نموت كما إذا قال الحاكم لشاهد هل أقول مثلا حاكم بشاهد بيجي هل أخر زيد هذا بأن عليه كذا أي أعم زيدا يخرج كتبه كمثل هذا ما إلى سلام فيقول شاهد يقول نعم زيد هذا أقر بأن عليه كذا أعم زيدا بوي كيفن كده يعني سامعك إنكارك ترك بيج من أو شاهد كذا منظور ما نبو بو أو يوان أو رجلي يا الله توا جوان تسجيل قال سري فما هو أمزل التعجب كي إذا كان الحكم غريبا حكمك غريبة وجهي تعجبة وكو علي يقاوم الأسد في جواب من قال هل علي يقاوم الأسد آية علي مقاوم شريكي في أكره تشرع علي يقاوم الأسد أما أو مبتدايات بوالدك تدوشن كجهي تعجبة أو إنسانك مقابل شريكك يا تعظيم وكو حضر يوسف سيف الدولة في جواب من قال هل حضر الأمير أو أمير يجير توجد أني بغي نعم كشيت والله حضر سيف الدولة سيف الدولة شمشير الدولة حاضر نعم في خير أم جال إهانة أبدا سيف الدولة إلا قفا هذا أم دخل أما بكان يعني جد نعم في خير شيء إهانة أكو السارق قادم الزكاها الجواب كسرك الله هل حضر السارق أشتواني تغلي نعم ولا أمي السارق قادم من الزكاهات لبرويك بونا وبردنا يهانك يبوك سفيك دزيتي كردوا ليت أمجا أمي بس بخير الموفق إن شاء الله.